تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وضمن برنامج الحكومة قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ مشاريع للنهوض بالبنية التحتية في جميع مناطق المملكة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المهندسة أسماء مراد الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مساء الخير سعادة الوكيل المساعد، بداية ما هي أهم إنجازات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في قطاع الصرف الصحي تحديدا خلال العام الماضي 2019؟ السلام عليكم. بداية أود أن نشكركم على إتاحة هذه الفرصة لإبراز إنجازات الوزارة من مختلف القطاعات، وذلك في إطار الجهود المبذولة والاهتمام المستمر بمختلف المشروعات الحكومية التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين. أفيدكم أن قطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون بلديات التخطيط العمراني انتهى حوالي من 12 مشروع خلال العام الماضي، تمثل أبرزها مشروع تطوير وتوسعة محطة جنوب ألبا لمعالجة مياه الصرف الصحي. ومن الأعمال المدنية تم استبدال الخط الرئيسي لتصريف مياه الصرف الصحي غرب البداية على المرحلة الثانية ليخدم تصريف مياه الصرف الصحي للمشاريع الإسكانية في مجمعات البداية رقم 557 555 553 552 550. وهناك طبعا من المشاريع اللي انتهينا منها مشروع شبكة الصرف الصحي بمنطقة عراض مجمع 241، واللي تم في استبدال الأنابيب الرئيسية لطريق رقم 4501 و 4402، واللي يعني تم الاستبدال هذه الأنابيب علشان نتمكن من توصيل مياه الصرف الصحي في مجمع 246 الأعراض 246 لاحقا إن شاء الله. نعم كذلك تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي منطقة الحنينية مجمع 901، وكذلك الأعمال المدنية الخاصة بالمرفأ المالي. وكذلك احنا يعني نحرص على التأهيل يعني تطوير محطات الضخ والهاي، فتم استبدالهم واستبدال بعد أجهزة التحكم في محطة بوري لمياه الصرف الصحي. فهناك موازنة بين المشاريع المدنية اللي تم الانتهاء منها وبين إعادة التأهيل، لأن احنا يعني جهازنا مضى عليه أكثر من 20 سنة، فإعادة التأهيل جدا مهم حق المستخدمين أو المنتفعين من هاي. نعم سعادة المهندسة، هذه الإنجازات الكبيرة والمشاريع المتحققة على أرض الواقع تقودنا للحديث عن المشاريع قيد التنفيذ التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري 2020 والمتعلقة أيضا بقطاع الصرف الصحي. قطاع الصرف الصحي عندنا حوالي 19 عقد إنشائي قيد التنفيذ، وعندنا حوالي 62 عقد تشغيلي جاري. العقود يعني راح اتكلم لك عن الانشائيه بدايه. في هناك ثلاث مشاريع قيد التنفيذ في مركز توبلي فقط لانتاج المياه المعالجه، اهمها مشروع التوسعه الرابعه علشان المحطه توسع 400 الف متر مكعب في اليوم، وبعدين هناك تحسين نوعيه المياه المعالجه الثنائيه ل 100 الف متر مكعب اخرى وفي اليوم، وعندنا اعاده تاهيل احواض التهويه. بعدين العقود الإنشائية مثل ما خبرتك سابقا احنا نحرص ان تتنوع العقود الإنشائية بين اعمال مدنية واعمال تأهيل شبكات الصرف الصحي. من ضمن الاعمال المدنية الخط الداعم لمحطة مدينة سلمان لمعالجة الصرف الصحي، واللي يمتد من محطة الضخ بني جمرة الى شبكة الصرف الصحي في مدينة سلمان، ومشروع المرحلة الثانية في منطقة سلمباد الى تقاطع شارع الشيخ عيسى وشارع الشيخ سلمان. وكذلك الخط العميق من الجفير الى الغريفه، وتطوير شبكه الصرف الصحي شمال غرب المنامه، وتوصيل مبنى المراقبه الجويه في مطار البحرين، ومشروع شبكه الصرف الصحي في مجمع 441 اللي هو السهله، خط الصرف الصحي المؤقت
لنقل التدفقات الناتجة من مشروع الرمل الإسكاني. وأما أعمال إعادة تأهيل فكان هناك عقد جديد لعدد آخر من محطات الضخ، وكذلك إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في منطقة الصافرية. وهناك من ضمن أعمال خدمات الصرف الصحي عقود خاصة بتطوير خطوط النقل المياه المعالجة مثل خط النقل محطة شمال ستة لخزان التجميع ثم الحصن، وتزويد نادي راشد للفروسية بالمياه المعالجة، وإعادة بناء خط المياه المعالجة في الزلاق، وتحويل مسار خط المياه المعالجة في جزء من البحيرة. وهناك أعمال أيضا مدنية لتصريف مياه الأمطار مثل مشروع تصريف مياه الأمطار في الأسر. وآخرا طبعا حسب توجهات الحكومة في مشاركة القطاع الخاص، فإن هناك حوالي 62 مشروع لتشغيل أجهزة الصرف الصحي حسب تصنيف أعمالها مثل تشغيل محطات المعالجة المتفرقة في المملكة، مملكة البحرين، وتشغيل وصيانة محطات الضخ، وتنظيف خطوط الشبكات في حال انسدادها، وتشغيل مصنع تجفيف الحمأة في نفس السوق، وتشغيل جهاز إنتاج المياه المعالجة وخطوط النقل، وتنظيف فتحات تصريف، وغيرها من الأعمال التخصصية اللي أعتقد أن المجال لا يسأل الوقت عشان نستعرضها اليوم. بكل تأكيد هي إنجازات كبيرة ومشاريع كبيرة تشكرون عليها لخدمة الوطن والمواطن. المهندسة أسماء مراد الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.